في إطار المراقبة الدورية للمحلات التجارية ومكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المواد، قامت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان بعملية مداهمة أحد تجار المواد الغذائية، حيث لفت انتباه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة وجود منفذ سري داخل المحل التجاري المؤدي إلى منزل المعني. عند الاقتراب منه تم معاينة وجود عدة أكياس من الحليب مرمية على الأرض مع وجود مبرد. على إثرها تم التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبدأ استيفاء الإجراءات القانونية والاستعانة بمصالح التجارة لولاية غليزان. تمكنوا من حجز كمية من الحليب المدعم منها صالحة من تاريخ 21/11/2023 إلى غاية يوم 28/11/2023 وكمية صالحة من تاريخ 23/11/2023 إلى غاية يوم 30/11/2023. تم رفع ضد المعني جنحة المضاربة الغير مشروعة في المواد المدعمة حليب مدعم. تم تقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع تسليم مادة الحليب المدعم إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المسعفين ذهنيا بواد جمعة ولاية غليزان. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgm.mdn.dz في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.